نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يدشن مركز مكافحة السرطان ويعطي إشارة انطلاق خط السكة الحديدية بوجزول الجلفة لأغواط وإعادة بعث مشروع السد الأخضر، ويدشن ملحقة لكلية الطب خلال زيارته لولاية الجلفة. رئيس الجمهورية يخص باستقبال شعبي من قبل مواطني الجلفة وأعيانها، والمناسبة للتأكيد على الانخراط في مسعى بناء الجزائر الجديدة والامتنان لوفاء السيد الرئيس بالتزاماته في بعث التنمية المحلية بالولاية. في تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تصعيد عنيف لقوات الاحتلال، غارات جوية، قصف مدفعي وجوي مكثف وسط وضع إنساني كارثي، وحصيلة الشهداء تتجاوز 8000 شهيد. وفاء بالتزاماته ببعث تنمية حقيقية ومتوازنة في كل ولايات الوطن، تتجلى أهمية المشاريع التي عاينها ودشنها اليوم السيد رئيس الجمهورية خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الجلفة، بما يعكس العناية الكبيرة التي يوليها السيد الرئيس للمواطن، أساس كل السياسات والبرامج والمخططات. شرع إذن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجلفة، يعاين خلالها ويعطي إشارة انطلاق عدد من المشاريع التنموية. السيد الرئيس ولدى وصوله إلى ولاية الجلفة كان مرفوقا بالفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. السيد رئيس الجمهورية وبعد استماعه إلى النشيد الوطني، استعرض تشكيلات من وحدات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية ليصافح بعد ذلك مستقبليه من السلطات العسكرية لولاية الجلفة والمسؤولين المحليين.
رئيس الجمهورية وفي أول محطات زيارته إلى ولاية الجلفة أشرف على تدشين ووضع حيز الخدمة الخط الحيوي للسكك الحديدية الرابط بين بوقزول الجلفة والأغواط على مسافة 250 كيلومترا وبسرعة 220 كيلومترا في الساعة، وتدشين محطة مختلطة لنقل المسافرين وشحن البضائع التي تتمركز منشآتها بالجهة الجنوبية الشرقية لمدينة الجلفة، حيث قام السيد الرئيس مرفوقا بالفريق أول سعيد شنقريحة وبأعضاء من الحكومة بتفقد ومعاينة جميع المرافق الخدمتية التي توفرها المحطة المختلطة للسكك الحديدية المنجزة بمقاييس عالمية وبتصميم هندسي راق يعكس الكفاءة العالية للمؤسسات الوطنية. ليستمع السيد الرئيس إلى عرض مفصل وشروحات حول المشروع الذي يعتبر شريان الحركية الاقتصادية والتنموية لولاية الجلفة والولايات المجاورة لها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أشاد بهذا المكسب الحيوي الهام ودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل إيصال هذا الخط إلى أقصى الجنوب بولاية تمن راست وبمنطقة المعلبة بدائرة الجلفة. أعطى السيد رئيس الجمهورية إشارة انطلاق عملية تشجير نحو 400,000 هكتار في أفق 2026 بشجيرات غابية مثمرة مقاومة للتصحر كمرحلة أولى من مشروع إعادة بعث السد الأخضر. رئيس الجمهورية رفقة الفريق أول السعيد شنقريحة قام بغرس شجيرة كإشارة لانطلاق هذه العملية التي تحمل أبعاداً بيئية واقتصادية هامة في إطار مقاربة أيكولوجية وتنموية. وفي المحطة الثالثة من زيارته التفقدية دشن السيد الرئيس مركز مكافحة السرطان المجاهد العقيد أحمد بن شريف المرفق الاستشفائي المتخصص مزود بأحدث التجهيزات الطبية والمرافق الضرورية للتكفل الجيد بالمرضى وتغطية كافة المناطق المجاورة. رئيس الجمهورية تابع عرضاً حول إنجاز هذا الصرح الصحي الهام الذي يعد تجسيداً لأحد التزاماته، كما استمع إلى شروحات مفصلة حول المرافق والهياكل التي يتوفر عليها والخدمات التي يقدمها المركز للمرضى. السيد رئيس الجمهورية طاف بمختلف أقسام هذا الصرح الصحي الحيوي الذي أنجز على مساحة تقارب 5 هكتارات، حيث تتوفر هذه المنشأة الصحية على أحدث التجهيزات الطبية بنظام رقمي متطور وعدة مرافق صحية مؤطرة من قبل طاقم طبي ذي كفاءة عالية. هذا وتقدر طاقة استيعاب هذا المركز ب 120 سريرا ويشرف على تسييره وتأطيره 70 طبيبا و 15 أخصائيا فيزيائيا و 250 من السلك شبه الطبي، ويضمن هذا المرفق تقديم حصص علاجية ل 150 مريضا يوميا والعدد نفسه من الفحوصات اليومية، كما يتوفر على صيدلية مركزية وجناح للعمليات الجراحية ومصلحة للإنعاش وأسرة للطب النووي، بالإضافة إلى مصلحة الأورام للكبار وأخرى للأطفال.
هذا وخص السيد الرئيس باستقبال شعبي مميز من قبل مواطني الجلفة الذين ثمنوا جهود التنمية المحلية التي تمضي بخطى متسارعة تماشيا ومسعى السيد الرئيس في تحقيق توازن تنموي وطني شامل. مواطنو ولاية الجلفة وأعيانها شادوا بوفاء السيد رئيس الجمهورية بوعوده والتزاماته ببعث التنمية في هذه الولاية السهبية الهامة. نقول لسيادة الرئيس قد وعدت ووفيت، والشعب الجزائري برمته يثني عليك خيرا، وخاصة أبناء هذه الولاية على ما يعني وعدت به وعلى ما أوفيت به، خاصة فيما يتعلق بالمستشفى، هذا المستشفى الذي إن شاء الله يعالج مرضى الجزائر ويؤدي واجبا على المستوى الوطني. كما نقول لسيادة الرئيس على هذا المجهود اللي بذلوا في خدمة الجزائر عامة، وعلى تطبيق البرنامج الخاص الذي وعد به يوم تقدم للانتخابات، فجزاه الله كل خير عن أبناء الجزائر، وجزاه الله كل خير على الجزائر قاطبة، وجزاه الله كل خير على موقفه الثابت والموقف الذي لم يتغير ويأتي بقوة، سواء فيما تعلق بقضية الفلسطينية أو بالصحراء الغربية أو بكل القضايا العادلة في العالم. إلى مستجدات الوضع بفلسطين، وفي اليوم 23 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة تتواصل الغارات والقصف الهمجي على عدة مناطق وأحياء سكنية بالقطاع، وسط دعوات دولية وأممية لهدنة إنسانية فورية. تتواصل حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين العزل وسط غارات جوية وقصف مدفعي صهيوني هو الأعنف منذ بدء العدوان، استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح لم تتمكن على إثره طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة لانتشال ضحايا، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء في غزة إلى 8000 شهيد، بينهم أكثر من 3300 طفل و1800 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 21600 جريح. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد، وفي ظل صعوبات كبيرة يتلقاها في إرسال المادة الإعلامية نظرا للانقطاع شبه الكامل لشبكات الاتصال، يرصد الوضع الإنساني الكارثي. بعد انقطاع الكهرباء ربما يحاول الصحفيون الفلسطينيون بأقل الإمكانيات وفي هذه الخيمة التي تقع بجوار عشرات النازحين في أروقة المستشفى، مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة، الكل هنا يبحث عن الإنترنت وعن شبكات التواصل لإيصال الخبر وإيصال الصورة
ومحاولة إماطة اللثام عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. هنا معاناة بكل التفاصيل. الصحفيون الفلسطينيون لم ييأسوا رغم انقطاع الشبكات وحاولوا بطرق عدة الوصول إلى الخبر. بعد أن فقدنا الاتصال وانعزال قطاع غزة عن العالم بشكل كامل، أصبحنا لا نستطيع توصيل معاناة الشعب وما تقوم به وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق الشعب الفلسطيني. واللي صار معنا إنه يعني إحنا كنا بنغطي الأخبار بشكل طبيعي، فجأة بيوم وليلة ما لقينا إلا قطعت الاتصال علينا بعد الساعة 6:30 7:30. تشكلت حالة من الرعب، تشكلت حالة من الضبابية حول الأخبار. عندنا مواد إعلامية، عندنا مواد صحفية وأخبار، وبدنا نبعثها لقنواتنا ما كناش قادرين. يعني أضعف الإيمان حتى نطمن على أهلينا اللي بنفس المحافظة اللي إحنا فيها، برضو ما كناش قادرين. لما قطع الاتصال حاولنا بكل الإمكانيات اللي بنملكها، حاولنا نتصل بشرائح الدولية، حاولنا نتواصل بأي طريقة إن نقدر نوصل مواد إعلامية لهي القنوات حتى نفضح جرائم الاحتلال، لأنه إحنا حسينا إنه الاحتلال بقطع الاتصال والإنترنت بده ينفرد في غزة، بده ينفرد بأطفالنا بنسائنا برجالنا. نحاول الوصول إلى سيارة الإسعاف. يعني كيف كنتم تصلوا إلى الخبر في خلال قطاع الاتصال؟ يعني لو مسكت كل بالبداية كانت الأمور كالتالي، إنه وين في استهداف نصل، لكن برضو لقينا إنه هنا إرسال طقمين في مستشفى ناصر كان هو بالنسبة لنا هو الأفضل، لأنه وصول كانت حالات وصلت على كارلو على كارة، وصلت على توك، وبالتالي كنا نعرف إنها مكان الاستهداف ونتوجه، وهي كانت الأفضل، هي النقطة الاستباقية الأفضل. شكرا لكم. يعني نتكلم عن محاولة معرفة أماكن القصف من خلال المصابين الذين يستطيعون الوصول إلى الاستقبال في مجمع ناصر الطبي. يعني المعلومات كانت شحيحة، ولكن الكل كان يحاول أن يوصل هذه الرسالة إلى العالم بأسره. الحمد لله الآن عاد الاتصال وعادت الخطوط، ونمارس عملنا بشكل أو بآخر تحت أيضا وابل من القذائف ووابل من النيران الإسرائيلية التي لا تفرق بين صحفي وسائق أسعاف وطواقم طبية وبين مدني فلسطيني وبين أي هدف آخر تريده إسرائيل. ربما الفلسطينيون الصحفيون الفلسطينيون ونحن كغيرنا من الصحفيين فقدنا التواصل والاتصال، ولكن ما يؤكده الجميع أنهم لم يفقدوا البوصلة، وهم متجهون دوما لنقل الحقيقة ونقل كل ما يجري في قطاع غزة وكشف الجرائم الإسرائيلية التي حاول أن يغيبها، ولكنها بسواعد وبعيون وبأقلام الصحفيين الفلسطينيين لم تغيب. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وضع إنساني خطير في ظل غياب تام لأدنى مقومات الحياة في حرب شاملة ومفتوحة لإبادة أكثر من 2 مليون فلسطيني. المشهد مع إيمان بالملود. لم تتوقف مجازر الاحتلال الصهيوني للحظة منذ بداية الحرب الدموية على غزة، وما هذه المشاهد إلا عينة عن ما يتكتم عنه الإعلام الغربي في تواطئ سافل مع الاحتلال الصهيوني الجائر. قنابل فسفورية استعملت لإبادة هؤلاء الأبرياء، ذنبهم الوحيد هو إرادة العيش على هذه الأرض الطيبة المباركة بسلام. والله احنا جيران، يعني كن نايم وبأمان الله مش متوقع تصير حاجة، فجأة تصحى على صوت هز الحارة، تطلع تلاقي جيرانك اللي مستشهد واللي دار واقع وناس وسراح ونار وفيش اتصال ترن على دفاع مدني ولا عسعاف، وحسبي الله ونعم الوكيل. ايش ذاك تقول؟ سلام لم ينعم به أهل السلام في بيت المقدس منذ زمن بعيد. شهداء في كل مكان، جثث كانوا أم أشلاء، فالمحتل لا يأبه إن كان إنسانا أو حيوان. ليلة دامية أخرى عاشها الغزاويون وسط قصف جائر تباد فيها عائلة بأكملها وأحياء لم يعد لها وجود. الله فجأة. الحمد لله، يعني اوعى تفكر في شيء بروحي، الحمد لله كله بتعوض في ذا الوطن، كله بتعوض. الأطفال في غزة لا يعرفون عن الطفولة وأحلامها شيئا، فهم مستهدفون بلا رحمة ولا شفقة، ينامون في فراشهم بسلام لا يستفيقون منه أبدا. ماشي ماشي.
ووسط هذه الكارثة الإنسانية أعلنت وزارة الاتصال الفلسطينية عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي للعمل في قطاع غزة بعد انقطاع متعمد من الصهاينة دام لأكثر من 35 ساعة. الجوال طفى، فيش أي على إشارة للنت أو للاتصال، عشان هيك الواحد بطل يعرف أي واحد إلي ابن في الخارج ولا عم مصر تصرف وانه عليا فيش اتصال نهائيا. وفي الذكرى 67 لمجزرة كفر قاسم والتي استشهد فيها العشرات من الفلسطينيين الأبرياء، جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة تطبيقا للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن مخطط الاحتلال الصهيوني في قصف مستشفى القدس لا يزال قائما بعد التهديد شديد اللهجة بالإخلاء الفوري لهذا الصرح الصحي والذي يؤوي ما لا يقل عن 12 ألف لاجئ يحتمون بين حيطانه منذ بداية الحرب. وبين هذا وذاك، أكد برنامج الأغذية العالمي أن الوضع في غزة أضحى صعبا للغاية بسبب نفاذ مخزون المحلات ونقص الخبز نتيجة نفاذ الوقود. ورغم كل ما يتكبده الفلسطينيون من آلام ومواجع لفقدان الأحباب والأصحاب، يبقى التشبث بالأرض الطيبة عملة لا يرضون عنها بديلا. وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في قضيته العادلة، نظمت الزاوية القادرية بالوادي لقاء مع مريدي طريق القادرية، حضرته المشيخة العامة لطريق القادرية بالجزائر. تضمن محاضرات تبرز موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية. محمد العيد البيهي. القضية الفلسطينية حاضرة في الزاوية القادرية التي استقطبت بمقرها العتيق بوسط عاصمة وادي سوف موريدي الطريق القادرية بأمسية امتدت إلى آخر الليل، لمت شمل الجميع بحضور أساتذة يحاضرون عن تاريخ الأمة الإسلامية وبطولاتها. جئنا للتأييد المطلق لهذه القضية، قضية اليوم، قضية العرب وقضية المسلمين، قضية الغزو المجحف للعدو الصهيوني. نحن نؤكد ونترجم الموقف الجزائري الداعم لقضية فلسطين، لا سيما هذه الأيام والأحداث والعدوان على غزة، فوقفتنا اليوم هي وقفة العزة لنصرة غزة. ولذلك فنحن الآن كلنا الإخوان القادرية واقفون يعني إلى جانب إخواننا الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية وفي كل مكان. أبعاد سيرة السلف الصالح للأجيال الشابة من المريدين وزرع المحبة بين جيل الشباب وتوجيههم نحو الاعتدال في مجال الدين ونبذ العنف والتنديد بما يحدث في غزة من عدوان صهيوني على الأبرياء، والتضامن مع الشعب الفلسطيني هو ما تراهن عليه الطريقة القادرية في مثل هذه اللقاءات. نحن في هذا الوقت الهرج، في هذا الوقت ندعو كل المسلمين القادريين في جميع العالم، في جميع العالم إلى نصرة إخوانهم في فلسطين. الحمد لله الجزائر في سياستها أعطت سقف كبير للقضية هذه وأعطت الإعلام سقف كبير، فبالتالي نستغل هذا الخير وندعو كل الجزائريين أن يمدوا يد المساعدة إلى إخوانهم. الإخلاص لقيم التآخي ولمبادئ التسامح والتضامن مع الشعوب المضطهدة ومدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ركائز تختمها الطريقة القادرية بالدعاء للوطن والنصر لفلسطين والتمكين لعموم المسلمين. المرجعية الوطنية والوحدة الوطنية لدى علماء الجزائر الشيخ بن باب الشيخ بالحاج أنموذجا، عنوان الملتقى الوطني الذي نظمه المجلس الإسلامي الأعلى بالتنسيق مع جمعية التراث بالقرارة ولاية غردايا. الشيخ هو أحد علماء الجزائر وعضو المجلس الإسلامي الأعلى، التحق باكرا بمعهد الحياة بالقرارة ودرس بجامعة الزيتونة بتونس وانخرط في صفوف جيش التحرير الوطني ليواصل بعد الاستقلال خدمة الجزائر وتربية الأجيال. تبقى الوحدة الوطنية متماسكة بفضل هذه المرجعية الدينية التي يدافع عنها علماء الجزائر، علماء الجزائر الوطنيون، علماء الجزائريين المخلصون لدينهم، مخلصون كذلك لتاريخهم،
مخلصون لثورتهم ومخلصون للتاريخ، تاريخ العلماء في الجزائر منذ العهد القديم، يعني منذ دخول الإسلام إلى هذا الوطن. فإذا نحن نحتفل اليوم بواحد من هؤلاء العلماء الذين ساهموا في بناء وفي ثراء المجلس الإسلامي الأعلى، وهو شيخ محمد بلحاج. في النشاط الحزبي، جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل باجي اليوم بالجزائر العاصمة خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، جدد التأكيد على أن المؤتمر الحادي عشر القادم لحزبه سيكون محطة للتلاحم وتعزيز وحدة صفوفه. في الانشغال الصحي، وبالمعهد الوطني للصحة العمومية تم اليوم الإعلان عن انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلونزا الموسمية، حيث أكد المشاركون على أهمية التلقيح خاصة لدى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، كما أكدوا على توفير اللقاح بمختلف المصالح الصحية الموجودة عبر التراب الوطني. روزار الناي. الجرعات الأولى من لقاح الأنفلونزا الموسمية تحقن اليوم مع انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا المرض المعدي. عندي في عمري 90 سنة، وكل عام كل عام يجي الفاكسين نجي نديرو والحمد لله. العام اللي فات ما درتهاش، كنت لاخطاش مريضة بلا غريب، ما حبيتش نديرها، ولا دوك راني مليحة حبيت نديرها. الأنفلونزا الموسمية سريعة الانتشار خلال موسمي الخريف والشتاء. التطعيم إجراء وقائي لتجنب المضاعفات. أشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، الأنفلونزا تقدر تسبب لهم مضاعفات اللي تقدر تؤدي حتى الوفاة، وهم مدعوين باش يجوا يحموا روحهم بهذا اللقاح. اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية موجه بالخصيص للأشخاص المسنين فوق 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالأمراض التنفسية، أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض المناعة المكتسبة أو الوراثية. الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية من شأنها رفع الوعي الصحي وتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية. نشرتنا متواصلة ونتابع في اقتصاد اليوم. أزيد من 2000 مليار دينار جزائري موجهة لمشاريع السكك الحديدية في ميزانية العام الجاري، مشاريع تستحدث قرابة 70,000 منصب شغل مباشر أفاق 2026. الآن يتجدد موعدنا مع النشرة الاقتصادية، في تقديمها صالحة محمدي، أهلا بك. أهلا أميرة. مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم في الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، والبداية بقطاع النقل، حيث يعد خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين ولاية الجلفة وبوكزول والأغواط، الذي دخل حيز الخدمة رسميا والممتد على مسافة 250 كيلومترا، يعد دعامة اقتصادية كبيرة بالنسبة للمنطقة. ويتزامن هذا الخط مع خط آخر يربط تسمسيلت ببوكزول وصولا إلى المسيلة، وسيكون لخط السكة الحديدية والمسمى بخط الهضاب العليا الكبير دور فعال في تحريك عجلة التنمية في منطقة الهضاب، حيث يربط شمال البلاد بغربها وجنوبها بشمالها. المشروع عرف إنجاز 115 منشأة فنية متمثلة في 36 جسرا و
188 منشأة لتصريف المياه والدعم والحماية، وتم تنصيب 9 محطات ذات هندسة معمارية عصرية تتوفر على جميع المرافق الضرورية لراحة المسافرين وشحن وتخزين البضائع. كما تعزز قطاع النقل بولاية الجلفة بمحطة للمسافرين بمقاييس عصرية. للتذكير، فقد خصصت الحكومة غلافا ماليا فاق 2000 مليار دينار جزائري من الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية، يشمل جميع مشاريع السكك الحديدية الجديدة. ومن المتوقع أن تستحدث هذه المشاريع 70,000 منصب شغل مباشر آفاق 2026. استحسن مستوردو اللحوم الحمراء ومنتجو اللحوم البيضاء القرارات التي اعتمدتها الحكومة بغرض تحسين القدرة الشرائية للمواطنين على غرار تخفيض الرسوم الجمركية على اللحوم المستوردة والسماح باستيراد الصيصان. هذا وأسدى رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنصرم تعليمات صارمة لتقليص الضريبة على القيمة المضافة على إنتاج اللحوم والمواد الغذائية المستوردة إلى أدنى حد. روبورتاج مايا خرفي. إجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن ستنعكس أثارها على أسعار اللحوم البيضاء، ومن بين هذه الإجراءات السماح باستيراد الصيصان. لا سورس غاز هي الفلوس، سي نورمال. يفو كيلي لا كونتيتي اللي تكفي ولا كونسوماسيون. Sinon les prix augmentent automatiquement. سي لا كونتيتي اللي تحبط البري. القرار هذا تاع الفلوس هذا اليوم يهضر عام يهضر عليه وكذا، ان شاء الله بالك هذا كي يدخلوا الفلوس ان شاء الله بالك فيها خير، بالك يعاود يهبط. وحرصا منها على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لتخفيض الرسوم الجمركية من 30 إلى 5% بالنسبة لمستوردي اللحوم الحمراء. دوك القرار هذا اللي داروه ان شاء الله راح يهبط بزاف الاسعار تاع اللحم ان شاء الله، ميم اللي يكون في متناول الزبائن ان شاء الله. اولا راح تكون المنتوج راح يكون موجود بكثره، لان احنا بالنسبه لنا من الاسبوع الجاي راح تبدا تدخل كميات هائله ان شاء الله، وباسعار يعني منخفضه، لان علاش بارابور للاجراءات هذه اللي اخذتها الحكومه تاع خفض الجمركة من 30 إلى 5%. هذا التشريح بالاستيراد هذا راح يخدم المنتوجين، هذا لي برودكتور دو بولي هما اللي راح يستفادوا. لماذا؟ لأن الدولة راح تعطيهم الفرصة، أن أولا راح يعطيوا لهم الفلوس هذا يا واجد باه يعاودوا يقوموا روحهم وباش يعاودوا يوجدوا الإنتاج نتاعهم. قرارات تسمح بوفرة الإنتاج وضمان احتياجات المستهلك. نظمت مسارح الجمارك بولاية وهران لقاء تحسيسيا لشرح أهم التدابير التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مشاريعهم الاستثمارية. التغطية لعمار ينهاري. مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي ونشر الأحكام والتسهيلات الجمركية الممنوحة لترقية المنتوج الوطني ودعم الصادرات كان محور ملتقى تحسيسي بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة بوهران، حيث كانت لنا الفرصة للالتقاء بالمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين والتطرق إلى انشغالاتهم في ميدان التجارة الخارجية. هو لقاء دوري من أجل تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بدور الجمارك الجزائرية لتطوير الاستثمار، من أجل تشجيع الاستثمار وتشجيع التصدير، وبخاصة يعني في على المستوى الإقليمي وفي الدول المجاورة، من أجل أيضا التعرف على مختلف القوانين والنظم الجديدة اللي تسطرها الحكومة الجزائرية سواء على مستوى وزارة التجارة وعلى مستوى وزارة المالية. كما سيسمح هذا اللقاء للتعرف على الأنظمة الجمركية الاقتصادية خارج المحروقات والإجراءات الجديدة والقوانين المعمول بها عالميا.
دوليا. وفي غزة تسبب القصف العنيف المستمر على القطاع لليوم 22 على التوالي في خسائر مادية جسيمة، حيث كشفت الغرفة التجارية الفلسطينية عن تكبد القطاع الخاص خسائر قدرت ب3 ملايير دولار، كما فقد القطاع الخاص 70% من إمكاناته مع تدمير البنى التحتية. القصف الصهيوني استهدف المخابز والمستودعات التي تحتوي على السلع والمؤونة. هذا وقام العدو الصهيوني بقطع إمدادات الوقود على الغزاويين، كما تسببت الحرب في نقص السيولة لدى الفلسطينيين. إلى مستجدات أسعار النفط في العالم، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب2.6% إلى $90.44 للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب2.6% إلى $85.35 للبرميل. إلى المعدن الأصفر الذي عرف نزولا في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى $1,980 للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى $1,989 للأوقية. ختام النشرة مشاهدين بمستجدات صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، فنتابع. ختام النشرة الاقتصادية لنهار اليوم، موعدنا يتجدد بكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم. نشرة الخامسة متواصلة، وفي ختام النشرة نرحل بكم إلى رحاب غابتي كانستال وبلقايد بوهران، حيث تستغل العائلات عطلة نهاية الأسبوع للاسترخاء وقضاء أوقات ممتعة رفقة الأبناء وسط أحضان الطبيعة لغرس الوعي البيئي لديهم. خير أبو طالب. هي فضاءات طبيعية ومتنفس للعائلات المتعطشة لقضاء أوقات ممتعة في أحضان الطبيعة لممارسة الرياضة وأخذ صور جميلة لمناظرها الخلابة. أنا جاي من فرنسا. أنا قادم من فرنسا، أعشق رياضة ركوب الدراجات الهوائية. أحببت هذا المكان الذي يضم كل شيء، الغابة قبلة البحر لممارسة الرياضة، إنه منظر رائع. أنا جاي أنا وصحابي هنا يلا نمارسوا الرياضة مع الهواء النقي ونحافظوا على الطبيعة. نجو دائما هكا من الجمعة للجمعة، نخرجوا نديروا لا مارش، نتمشوا، نتمنظروا، نشوفوا، طلقوا عينينا نشوفوا البحر تاع عين فرانين. غابة كانستال وبلقايد أصبحت من بين الوجهات المفضلة للعائلات التي تصطحب أطفالها لقضاء يوم مريح وكلهم واعي في المحافظة على محيطها الجميل. عندنا هنا الغابة تاع كانستال الحمد لله راهي قاعدة وكاينة كما يقول لك، وراهي غير قريب على المدينة. تجي هنا ما تأمنش بلي راك في أن أوندروا إيزولي وشباب، وكل ما نكملوا كما نقولوا الرياضه تاعنا ولا النشاط تاعنا نرفدوا واحد بتيساشي هكا تاع شويه تاع اكياس تاع قرار وهاد الصوالح. هنا رانا نشوفوا الناس كي تجي تفوت لا جوني ولا يخلوا قادورات سي صال، حافظوا على البيئه، حافظوا على الارض، حافظوا على الله سبحانه وتعالى. الارض عطانا بيئه، عطانا هواء، عطانا جو جميل. غابه بلقايد هي غابه تتميز بخصائصها الحضاريه، ذات مساحه 120 هكتار،
استفادت بمشاريع تهيئة كمشاريع تهيئة مسالك الدرج الهوائية، فضاءات الألعاب للأطفال وفضاءات الراحة. أما غابة كناستر فهي بحد ذاتها استفادت من نفس المشاريع تقريبا، ذات مساحة 20 هكتار، لها أهمية كبيرة من الناحية البيئية وتخفض من الضغط الحضاري للمواطنين، كما توفر لهم الراحة وكل وسائل الارتياحية. حماية الغابات وغطائها النباتي إنعاش بيئي وتوازن إيكولوجي يجب الحفاظ عليه وعلى سحره الطبيعي. ختم النشرة، إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يدشن مركز مكافحة السرطان ويعطي إشارة انطلاق خط السكة الحديدية أبو جزول الجلفة لأغواط وإعادة بعث مشروع السد الأخضر، ويدشن ملحقة لكلية الطب خلال زيارته إلى ولاية الجلفة. رئيس الجمهورية يخص باستقبال شعبي من قبل مواطني الجلفة وأعيانها، والمناسبة للتأكيد على الانخراط في مسعى بناء الجزائر الجديدة والامتنان لوفاء السيد الرئيس بالتزاماته في بعث التنمية المحلية بالولاية. تصعيد عنيف لقوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، غارات جوية، قصف مدفعي مكثف وسط وضع إنساني كارثي، وحصيلة الشهداء تتجاوز 8000 شهيد. وقبل أن نطوي أوراق النشرة نعود بكم إلى زيارة العمل والتفقد التي قادت رئيس الجمهورية إلى ولاية الجلفة، حيث خص السيد الرئيس باستقبال شعبي مميز من قبل مواطني الجلفة الذين ثمنوا جهود التنمية المحلية التي تمضي بخطى متسارعة تماشيا ومسعى السيد الرئيس في تحقيق توازن تنموي وطني شامل. ختم النشرة، السلام عليكم.